السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. سيادة المحافظ محمد بدر محافظ الأقصر، سعادة المهندس السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، سعادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لماراثون زايد الخيري، السيد حسين شكري رئيس مجلس إدارة شفاء الأورمان، الأستاذ محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن،
اللواء إسماعيل الفار نائب عن وزير الشباب والرياضة. الحضور الكريم، زملائي الإعلاميين، سيدات والسادة، انظروا حولكم ما استطعتم، دققوا، تنشقوا هذا الهواء القادم من الماضي، افسحوا الطريق فمواكب الملوك تمضي. هنا في مدينة الشمس طيبة، هنا حيث سار رمسيس الثاني وتوت عنخ أمون وستي الأول وتحتمس، ونشرت حتشبوس جدائلها فغطت أبواب المدينة المئة. سيدات والسادة، هنا الماضي يتجسد أكثر من الحاضر، هنا التاريخ والحضارة وإرث الأولين، هنا من شيدوا عالما لا زال يبهر العالم. هنا من الأقصر، من وادي الملوك وكل الشواهد التي تتحدى الزمن، ينطلق ماراثون زايد الخيري في دورته الرابعة على أرض مصر. هي نسخة مختلفة لا شك، الخير في أحضان التاريخ، إرث بقى وإرث يصر أن يبقى. هنا أيضا يطل علينا المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي تحتفل الإمارات بمرور 100 عام على ميلاده. كان رحمه الله من أولئك الماضين الذين يتركون خلفهم أثرا يبقى. الأثر وطنا كان هو من بنى وحدته ونهضته، والأثر نهرا للخير يجري دونما توقف. السيدات والسادة، أطلقت الإمارات منذ أيام عام زايد الحاضر في كل الأيام وفي اللحظات وفي الخلجات والسكنات، عام الامتنان لحكيم العرب الذي شيد دولة يحاكي بها القاصي والداني، عام زايد من قهر المستحيل وعلم الدنيا كيف يكون العيش بعد الرحيل. هو عام للاحتفال بالقائد وإبراز دوره في تأسيس وبناء الدولة ووضع أركان نهضتها الحديثة واستدعاء مبادئه وقيمه التي لا تغيب، كأحد أعظم الشخصيات القيادية في العالم وأكثرها إلهاما، لتتحول تلك الرؤى إلى مشروعات ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤاه وقيمه ولتكون ملهمة للأجيال. ماراثون زايد هو واحد من تلك الرؤى، حيث الجميع يسابقون خطاهم إلى الخير، حيث نعدو صوب القيم والمبادئ والمثل، حيث كان زايد الخير يؤكد أن القيمة الحقيقية هي أن تبني، والبناء ليس شرطاً البنيان، أعظم البناء ما كان من أجل الإنسان. عاش رحمه الله من أجل قضايا الإنسانية ورحل ووصيته الإنسانية والخير. نبدأ هذا المؤتمر بكلمة ترحيبية من سيادة المحافظ محمد بدر محافظ الأقصر. شكرا. اسمحوا لي الأول أرحب بالمنصة الكريمة، سيادة السفير وسيادة الفريق وكل الزملاء والإخوة من الإمارات، اللي احنا فعلا شرف لينا ان احنا رابع سنة الماراثون يتم اختيار مدينة الأقصر لقيام الماراثون فيه. وطبعا بعد المقدمة والكلام على الشيخ زايد، يعني فعلا هو دايما صاحب رسالة وصاحب خير وصاحب دولة، فاحنا نتمنى ان احنا نكون يعني ضيافتنا ليكو ملائمة ومناسبة، والعلاقات اللي بيننا دايما تستمر، علاقات الأخوة والصداقة اللي بيننا المشتركة دايما، وإن شاء الله هتفسح مجيل مزيد من التعاون في مجال إن كان النهاردة في مجال الماراثون والتعاون في مجالات أخرى، ولكن إن شاء الله دايما مصر ومحافظة الأقصر اللي أنا بمثلها بترحب وتستضيف الإخوة الإماراتيين، وإن شاء الله غدا الماراثون هيبقى على أحسن مستوى، إحنا واثقين في كده، هيبقى على مستوى الماراثون العالمي، ونتمنى إن شاء الله استضافته بعد ذلك. وشاكرين تاني وبأكد على اختيارهم للأقصر، فده شرف لينا وجودهم معانا النهاردة، وإن شاء الله دايما كده في احتفالات وفي ذكرى خالدة لسمو الشيخ زايد، وإن شاء الله المزيد من التعاون. بشكركم جزيلا وشكرا لكم. شكرا.
كلمة سعادة المهندس السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة هنا في جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا أخي يعقوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السيد محمد بدر محافظ الأقصر، معالي الفريق محمد بن هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخير، الأخ الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن، الأخ المهندس حسين شكري رئيس مجلس أمناء مستشفى الشفاء الأورمان، سعادة اللواء إسماعيل الفار نيابة عن وزير الشباب، يسرني حقيقة أن ألتقي معكم ومجددا في هذا العام وفي أعرق مدن العالم في مدينة الأقصر والتي تمتلك ثلث آثار العالم، وذلك للإعلان عن انطلاق ماراثون زايد الخير في نسخته الرابعة ومن أمام ساحة معبد الكرنك. السيدات والسادة الحضور، إن العلاقات الإماراتية المصرية في روافدها السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لقيادتي البلدين الشقيقين. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن إقامة هذا الماراثون في هذا العام يأتي بناء على توجيهات كريمة وسامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. السيدات والسادة، من المؤكد أن ماراثون زايد الخيري وبفكرته الرائدة وأهدافه السامية وريعه الخيري أصبح يشكل أحد أهم الأحداث الرياضية العالمية والتي يتم من خلالها تسخير الرياضة لأعمال إنسانية وخيرية. يتزامن ماراثون زايد الخيري هذا العام مع مرور 100 عام على مولد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، والذي لم يكن قريبا أن يطلق هذا العام بعام الخير، لأن الخير وزايد وجهان لعملة واحدة. حقيقة أغتنم هذه الفرصة أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكافة الجهات المسؤولة في جمهورية مصر الشقيقة وعلى رأسها محافظ الأقصر وأيضا وزارة الشباب والرياضة واللجنة المنظمة وأيضا الشركة الراعية لهذه الفعالية، وكذلك الدعم اللامحدود الذي لقيناه من كل القيادات من ضمنها رئاسة الجمهورية وأيضا الجهات الأمنية والتي ساهمت وستساهم بإذن الله في إنجاح هذا الحدث. أتمنى أن يكون يوم ممتع للجميع، وأن تكون جزء من توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سعادة الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري. طبعا مساكم الله بالخير. طبعا ما خلوا لي أنا أقول حاجة، طبعا سعادة السفير والجماعة هنا، طبعا احنا طبعا نعتبر نفسنا في بلدنا الثاني، ويوم نزلنا في القاهرة كأننا نازلين في عاصمة الإمارات، يعني نحن والشعب المصري. إن شاء الله الله يوفقكم ويديم علينا الأمان. طبعا نشكر كل الشكر للشعب المصري وللشركة والمستشفى ولسعادة السيد الأخ العزيز المحافظ. أحب أضي نقاط لتاريخ ماراثون زايد الخيري. ماراثون زايد الخيري انطلق بناء على توجيهات ورؤيه سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، وانطلق في الامارات، عاصمه الامارات ابو ظبي الحبيبه، وكل سنه. وطبعا هذا الماراثون مش ماراثون على اساس تحطيم الارقام
قياسية أو عالمية. هذا ماراثون، ماراثون خيري، خيري حتى الناس العجزة والأولاد يجون كلهم يسيرون لماراثون، اسمه ماراثون خيري. احنا طبعا الماراثون عادة اللجنة المنظمة هي مستقلة، ما تتدخل في التبرعات أو تأخذ من التبرعات، تفتح دائما تبرعات للجهة اللي هي يعنى فيها للتبرع، ويفتح حساب، وفي النهاية يوضع في حساب السفارة، والسفارة هي زي ما يورد يحول على المختصين. سعدت اليوم بزيارتنا للمستشفى ونظامهم ونظام التبرع اللي عندهم، وكان يعني شيء عمل جد جدا عظيم من الإخوان في مصر. هذه الخطوة خطوة عظيمة جدا. احنا انطلقنا في اول ماراثون في أبوظبي، وبعدين في مدينة نيويورك، والحمد لله ناجح جدا. عملنا ماراثون في رابع ماراثون الآن في مصر الحبيبة، عملنا في المستشفى الأطفال وللكبد الوبائي، واليوم احنا في المدينة التاريخية، وان شاء الله ينجح الماراثون هذا. احنا طبعا الماراثون عملنا للناس اللي يتبرعون، يعني احنا نتمنى ان نشوف كل اهل مصر بشكل عام، ما بيجيني واحد متسابق، وهذا انا اكده للشركة، نحن نشوف الاخوان المتسابقين. احنا رصدنا تقريبا، مو بتقريبا، احنا رصدنا 1.5 مليون جنيه للمتسابقين من الرجال والسيدات، وحطينا مبالغ للاحتياجات الخاصة اللي جانهم من المؤسسة اللي هي مسؤولة عن الإجمالي. طبعا أول جائزة، آخر جاي، أول جائزة 55,000، وللسيدات نفس الشيء، والأعداد تتناقص كذا لين آخر شيء. إحنا تقريبا اللي بيأخذون الجوائز يعني تقريبا 500 واحد. أتمنى أشوف الإخوان المصري، إحنا ما جايبين متسابق، نحن السنة هذه حطينا شركة من نفس مصر، هي المسؤولة، وبكلمة وأنا أعني أن إحنا نبغي نشوف، نحن هذا مش هدفنا أن يجي واحد ويحطم الرقم العالمي، لا، هذا ماراثون خيري. إن شاء الله واحد زين، إحنا كبير بالسن، يجي يسبق، خلاص هو يأخذ الجائزة، لكن مش شروط أنا يجيني واحد برا، لا. نتمنى من الإخوان والشباب، الإخوان اللي هنا بكرة هم هذا الماراثون لكم، وهذا الجوائز خارج من التبرعات حق المستشفى، هذه حق الجمهور. الماراثون طبعا بينطلق حسب ما يعطونكم من الإخوان هنا في الشركة، الشركة الفنية، والجوائز بتكون ان دليفري، يعني نقدا في الموقع، ياخذ الواحد فيه شيء تيشيرتات اللي هو قميصات، بتتوزع، ما ادري انا متى تتوزع، المفروض هي تتوزع اليوم المفروض، او صباحا اللي هو بكير، لكن المفروض من اليوم تتوزع. انا ما شفت شيء بعدني لحد الان، ما اعرف الشركه عندهم. هذه الجوائز
بال 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 بالمفتوح اذا الصحافه يبونهم بعطيهم اياهم. اوكي. ما عندي اي مشكله، ياخذون الصحافه ياخذونهم ينزلونها وتز مفتوحه لهم. طبعا احنا كل الشكر لمدينه الاقصر وعلى راس سيد المحافظ، وشكر للشعب المصري العظيم، ونتمنى الله يحفظ مصر ويحفظ الامارات ويديم عليكم الاستغار، وشكرا. شكرا. طبعا سعاده الفريق يبي كل الشعب الاقصر انه يشارك في الماراثون غدا ان شاء الله، ويبى تواجد كبير. اذهب الى السيد حسين شكري رئيس مجلس اداره شفاء الاورمان. السيد المحافظ دكتور محمد بدر محافظ الاقصر، سعادة السفير جمعة الجنيبي سفير دولة الامارات في مصر، السيد اللواء اسماعيل الفار ممثل وزارة الشباب، الاستاذ محمد كامل ممثل شركة بريزنتيشن. ابدا اولا ان انا ارحب باخواننا من ابو ظبي، ارحب بالفريق محمد هلال الكعبي ولجنته الموقرة اللي هم مشرفينا في ابو ظبي، ولدعم مستشفى شفاء الاورمان من خلال اقامه ماراثون زايد الخيري. طبعا اللي بيصادف الذكرى المئويه لطيب الذكر الشيخ زايد طيب الله ثراه، وده شيء مش غريب على دوله الامارات، دائما كانت داعمه لمصر ولشعب مصر وللقياده في مصر، فاحنا مقدرين ذلك ومرحبين بهذا الدعم. واليوم بتدعموا مستشفى شفاء الأورمان من خلال الماراثون. أنتهز هذه الفرصة أيضا عشان أشكر السيد المحافظ اللي كان دائما مدد لنا يد العون في جميع مراحل البناء المستشفى، وإحنا بنعتبره هو صاحب المستشفى، فبنشكره على أعماله الكريمة، وإن شاء الله يكون إن شاء الله يكون في سباق جيد ويوم جميل بكرة إن شاء الله. وفي النهاية بشكركم على مجيئكم وبشكركم على دعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شركة بريزنتيشن طبعا هي الشركة المسؤولة عن تنظيم الماراثون وأيضا تنظيم هذا المؤتمر. الأستاذ محمد كامل رئيس الشركة يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم منا، الحمد لله رب العالمين. أهلا بكل الضيوف، أهلا بأخواتنا في المنصة، يعني بالبلدي كده شرفت ونورت مصر كالعادة الإمارات. وأنا قلت الكلام ده قبل كده، إحنا برزنتيشن في مغناطيس كده أي حاجة بس بنشوف فيها اسم الإمارات إحنا بنلاقينا في برزنتيشن كلنا. يعني أنا لسه ما روحتش البيت، لا أنا ولا التيم، جينا من أبو ظبي من السوبر المصري في الإمارات، جينا على طول على مدينة الأقصر لهذا الحدث اللي أنا بشوفه واحد من أهم الأحداث في تاريخ برزنتيشن. أنا يمكن كنت لسه بقولها بلدي كده، كان نفسي امي تفضل عايشه لغايه دلوقتي وتشوف ابنها عنده شركه وقاعد بيعمل مؤتمر صحفي في الكرنك وعن الشيخ زايد. يعني فخر ما بعده فخر اللي الواحد فيه النهارده كبرزنتيشن، وده ان شاء الله هينعكس من براند برزنتيشن بكره بدون مقاطعه. هتشوفوا كل التيم بتاع برزنتيشن في حاله التنظيم اللي احنا ان شاء الله هنتفرج عليها بكره. ومن الشكر كله انا عايز ابدا بان انا اشكر اهل الاقصر. يعني احنا بقالنا تقريبا 5 ايام موجودين هنا في وسط اهل الاقصر. الواحد بصراحه يعني الناس ماشيه في الشارع بتتكلم عن الماراثون، ماشيه في الشارع بتتكلم عن برزنتيشن. اهل الاقصر بكره زي ما قلنا قبل كده وكنا بنتكلم على جمهور كره القدم في مصر، اهل الاقصر بكره هيفرجوا العالم كله يعني ايه تنظيم ماراثون جوه مدينه الاقصر، مش كمان في البر الغربي، لا ده جوه البلد. فان شاء الله بكره هنشوف صوره للماراثون
بالاشتراك مع اهل الاقصر اللي احنا بنشكرهم جدا على كرم الضيافه وعلى الضيافه دي كلها. مش موضوع الشكرانيات او ان انا كشركه منظمه اشكر او عايز اشكر فلان واشكر واشكر، لكنه برزنتيشن طول عمرها بتنظم لوحدها، طول عمرها بناخد عاتق التنظيم لوحدنا وبنشتغل لوحدنا في التنظيم وربنا بيكرمنا. المره دي معانا شريك بامانه انا الواحد ما يعني مش عارف اتكلم عنه ازاي، هو السيد محافظ الاقصر بكل الهيئات التابعه لمحافظه الاقصر. يا جماعه احنا مخلصين امبارح الجوله بتاعه الماراثون الساعه 2:30 3 الا ربع، والراجل معانا من الساعه 12 انا مكسوف منه، يعني بيقول لي والله طبعا هنزل معاكم الجوله. محافظ الاقصر 32 عربيه ماشيه ورا بعض، كلهم كل الجهات المسؤوله في الاقصر موجوده، كل الجهات ماشيه معانا على راسهم هو وسايق العربيه بنفسه، وبنقف عند مطب مطب وعند حاجه حاجه. بامانه يعني الواحد لازم يديله حقه. كل الجهات، مش عايز انسى حد، الامن العام، الامن الوطني، المرور اللي احنا تعبينهم معانا كل شويه نغير الطرق، الناس بتوع الطرق هنا، يعني مش عايز انسى اي جهه. معالي المحافظ بامانه انا بشكرك جدا جدا، واشكر كل الناس اللي تعبت معانا، اللي بكره ان شاء الله العالم كله هيتفرج على ماراثون في مدينه من اجمل مدن العالم. معرفش الكاميرا بتجيب حوالينا ولا لا، احنا حوالينا سياح في كل مكان، ما شاء الله، الله اكبر، اتوبيسات بره مليانه، بسم الله ما شاء الله. الاقصر بلد جميله جدا ان يتعمل فيها سياحه رياضيه، ونتمنى الفتره الجايه ان شاء الله نشوف ده. فبشكر كل الجهات وبشكر الامن على وجودهم معانا. بكره ان شاء الله الماراثون، ان شاء الله الفعاليات هتبدا من الساعه 7، نقطة الانطلاق الأولى هتبدأ الساعة 8 من نفس المكان اللي احنا فيه ده. المسرح ده هيبقى عليه الاكتيفيشنز، هنستقبل الناس من البوابة الرئيسية اللي هو البوابة الخارجية، نستقبل كل المشتركين لغاية ساعتين ونص فاتوا، يعني آخر تقرير جايني من ساعتين ونص، الساعة 12 الظهر تقريبا من ساعة ونص، 6301 مشترك. عندنا مشتركين من اسكندرية، من بني سويف، أسيوط، من البحر الأحمر، من أسوان، إسنا، إنا، غير طبعا أهلنا في الأقصر. عندنا المشتركين ذوي الاحتياجات الخاصة 24، بيغطي المؤتمر 58 صحفي. السادة الفي اي بي الموجودين عندنا يقتربوا من 80 فرد، خاصين بالمستشفى والوفد الاماراتي. ان شاء الله الصحفيين المدخل بتاعهم هيبقى واضح، واحنا عاملين لهم المدخل خاص للسادة الاعلاميين ومنطقة خاصة للاعلاميين يقدروا يشتغلوا منها. وكمان بشكل تاني اكتر هنديهم صور الماراثون الطريق كله اول باول عن طريق الانترنت الموجود في المنطقة الخاصة بالاعلاميين. الفي اي بي والفي اي بي في المنطقة الشمال اللي بيشوفوا نقطة البداية ونقطة النهاية. حفل توزيع الجوائز للعشرة الأوائل إن شاء الله هيبقى الساعة، احنا عاملين حسابنا إن شاء الله يبقى الساعة 10، هنبدأ نستلم بقية الجوائز من رقم 10 لغاية رقم 500 في الخيمة الرئيسية المبنية بره في البرك. هنستقبلهم إن شاء الله من بعد الوصول على طول لغاية الساعة 5 إن شاء الله، هيكون آخر متسابق واخد الجوائز بتاعته. زي ما سعادة الفريق قال، احنا التيشيرتات احنا بنوزع تيشيرتات على المشتركين من امبارح، حتى في القطر البرزنتيشن خدته من امبارح بدأنا نوزع. في برضو مكان للتوزيع هنا، المشترك كل مشترك معاه رقم بيجي يقول رقمه اللي موجود على السيستم، وبندي له التيشيرت بتاعه وبيبدأ يخش الماراثون من هنا. بنقول للناس اللي مش مشترك مش هيبقى له مكان، لانه احنا ما عندناش اشتراكات بكره، الاشتراكات ان شاء الله هتخلص النهارده ان شاء الله الساعه 12 بالليل على الويب سايت، على احجز لي وعلى الصفحه الرسميه للماراثون، هيخلص الساعه 12 بالليل. من بعد 12 احنا ما فيش اي قبول لاي، لان السيستم هيقفل علشان خاطر التجهيزات للمؤتمر. احنا شغالين ان شاء الله احنا والامن من الساعه 4، ربنا يبارك لكم، تقريبا احنا عندنا زياره من الساعه 4 الفجر، فشغالين من الساعه 4 الفجر اخر زياره للماراثون. ان شاء الله برزنتيشن كالعاده بتوعد مصر كلها، وبتوعد اللجنه المنظمه وسياده الفريق ومعالي السفير ان هم ان شاء الله هنشوف ماراثون. انا بقول لهم كده احلى ان شاء الله من ماراثون نيويورك، واتمنى ان شاء الله ان التبرعات توصل للحد اللي احنا اتفقنا عليه. برزنتيشن زي ما وعدنا قبل كده بتتبرع ب 100,000 درهم للمستشفى من ماتش السوبر.
موظفين برزنتيشن لموا 56,320 جنيه. هنشوف بقى يلموهم منين دول. فدول برضو متبرعين من الموظفين من شركة برزنتيشن إهداء للماراثون. أخيرا وليس أخيرا، أنا معلش خلوني أقول حاجة، أعتذر لكل رجالتي لو أنا كنت سخيف شوية الفترة اللي فاتت، لأنه إحنا خارجين من ماراثون وخارجين من سوبر وداخلين على ماتش على ماراثون تقيل، كان دمي تقيل شوية معاهم في الفترة اللي فاتت. بشكركم يا رجالة، وأنتوا بكرة على الوعد إن شاء الله نشوف ماراثون بكرة، عشان سيادة الفريق بس يقول لنا إنه إن شاء الله مصر بننظم ماراثون هايل بإذنك يا رب. أشوفكم على خير وربنا يكرم إن شاء الله بكرة إن شاء الله. شكرا إذن للجميع، ونلتقي بإذن الله تعالى غدا صباحا. انطلاقة الماراثون راح تكون الساعة 8 الصبح من هالمكان. شكرا لكم وشكرا للجميع.